مرحبا بكم متابعو قناة أمون تي في شو. الكل متحمس اليوم لأنه يوم السحب. هلا بعد شوي رح أعمل سحب على مين بده منكم يفوز بالصندوق المدرسي اللي أنا عملته فيديو. إذا بتتذكروا هذا الفيديو الهدايا المدرسية، سحب عشوائي على مشتريات مدرسية. شوفوا شو اشتريت لكم. كان في يعني بصراحة قبل شوي انتبهت 24 تقريبا ألف تعليق. واو، عن جد واو، والله يا ريت افوزكم كلكم. لهيك يا جايز اليوم رح نعمل باستخدام هذا التطبيق اللي هو تطبيق الكومنت بيكر، هذا انه اختيار العشوائي، سحب عشوائي على اليوتيوب. طبعا انا رح اختار انه بدي يوتيوب، بدي الكومنت راندوم كومنت بيكر، يعني هذا البرنامج هو اللي رح يختار واحد منكم بس اللي رح يفوز، ورح يطلع اسمه هون. بس اعمل ستارت حيبلش يختار ويساوي. فأنا بدي روح مش على هذا الفيديو، على الفيديو اللي حكيت لكم تبع الدي اي واي، على هذا فيديو السحب. واو، كمان عنا فيديو السحب 12000 تقريبا 13000 تعليق. يعني ياريت جايز افوزكم كلكم. بس انا وعدتكم كل اسبوع رح اعمل مسابقة اسبوعية، ورح اعلن عنها دائما قبل بفيديو. انتو تابعوا كل فيديوهاتي مشان تعرفوا متى موعد السحب، فانتو بتستاهلوا. اوكي، هلا نرجع على الكومنت. ناخد اول شي هون كوبي، نعمل الكوبي وانسخه هون بس. اوكي، وهلا نشوف قد ايه في الكومنت. هلا رح نعمل فلترز للكومنت، وهو رح يختار مش انا رح اختار. يعني ازعلوا من البرنامج، مش رح تزعلوا مني لانه مو انا اللي اخترت عشوائي، يعني بيختار عشوائي من الكومنت. فاغلب اليوتيوبرز الكبار بيعملوا هيك، انه بيستخدموا هذا البرنامج احسن مشان يكون في عدل اكتر. ما حكيت لكم في مسابقات اسبوعية، والفائز هو اللي رح يختار جائزته، الهدية اللي بحبها من قناتي. بتعرفوا انا عندي العاب كتير، واللي متابع فيديوهاتي كلها بيعرف قد ايه عندي العاب ما فتحتها، لساتها مسكرة، سواء العاب جديدة وافكارها كتير حلوة زي ما كنتوا بتعرفوا انتوا، بس انا كنت افتح صناديق العشوائية، او العاب الاو ام جي السبرايز بشكل عام. فالفائز الاسبوعي هو اللي رح يختار، رح اتراسل معه عبر الانستغرام او الفيسبوك على حسب شو عنده. فخلونا هلا نشوف مين فائزنا لليوم في الصندوق المدرسي سكول سبلايز اللي هي ادوات المدرسية وبس، لانه هو نصيب. فهي طلع عنا 12430 تعليق. ننزل تحت منقول ستارت، منقول يا رب، نشيل هذا الاعلان عشان تركزوا بالاسم. يلا اوكي، ما بدنا الاعلان. يلا 1 2 3. الفائزة اجواد مطير. الكومنت كان شكرا يا امو لانك تهتم بالمتابعين وتحبيهم، غيرك عنده ملايين مشاهدة. ما بعرف، ما الي بغيري، انا الي بمتابعين قناتي اللي بحبهم. فهاي اللي فازت، نروح على اكاونتها ونشوف. يس، اجواد مطير راح اشترك معاكي، عندها 74 مشترك. اجواد مطير زي ما حكيت لكم، خلوا عندكم امل لانه في كتير جوائز اسبوعية راح تكون. مبروك يا اجواد مطير، وان شاء الله انا راح اتراسل معاكي وابعث لك الصندوق اقرب وقت. وبس جايز لا تزعلوا، حكيت لكم كل شي نصيب، واستنونا في سحوبات اخرى. باي باي.